دكتور حسن غنيمة، مراسل قنوات اون تايم سبورتس المصرية. بالتأكيد هتبقى مباراة قوية بين بلدين كبيرين، مصر والجزائر. كلا المديرين الفنيين سواء جمال بن ماضي او روي فيتوريا، الاثنين مديرين فنيين كبار ويعلموا جيدا انها هتكون مباراة قوية وتجهيزية للفريقين. وان كنت طبعا بتمنى الفوز لمنتخب بلادي منتخب مصر، مع كامل الاحترام للمنتخب الجزائري الشقيق اللي كلنا بنحبه وبنحترمه، محارب الصحراء، بلد المليون شهيد، عزيز علينا كلنا. ولكن بالتأكيد داخل الملعب انا بتمنى الفوز لمنتخب بلادي منتخب مصر. بالتأكيد روي فيتوريا بيعتمد على العناصر والقوة الضربة بتاعته، سواء محمد صلاح أو النني ومصطفى محمد ومرموش، وأعتقد إن هو ممكن يبدأ بنفس التشكيل اللي لعب بيه مباراة زامبيا. على الجانب الآخر شايف كمان تركيز كبير جدا في المعسكر الجزائري من نجوم المنتخب الجزائري، رياض محرز وإسلام سليماني، ويعني الحقيقة وهشام بن عوار، لعيبة كبيرة وعلى أعلى مستوى. المنتخب المصري عنده لاعبين كبار قادرين ان هم يحققوا الفوز على المنتخب الجزائري، بالرغم من ازدحام المنتخب الجزائري بعدد كبير جدا من النجوم، لكن انا متاكد ان شاء الله هنشوف مباراه قويه تجهيزيه للفريقين تليق بحجم البلدين الشقيقين مصر والجزائر ان شاء الله. طبعا ضد، احنا كلنا بنعتبر مباريات مصر والجزائر بمثابه مباريات ديربي شمال افريقيا، يعني دايما بتكون مباريات كلها حماس وكلها نديه. يعني احنا مثلا شايفين بكره في معسكر الاشقاء هنا في الامارات مباراه وديه بين مصر والجزائر، لكن حاسين ان هي مباراه مؤهله لكاس العالم او مباراه نهائي كاس افريقيا. المعسكرين مركزين جدا في المباراه لان هم عارفين قد ايه ان بيكون فيه اهتمام عالمي بالمباراه. الاثنين نجوم كبار، ولكن انا شايف انه النجم محمد صلاح في حته ثانيه خالص، نجم ليفربول الانجليزي، بالرغم من اصراره لانه اصر بشكل كبير جدا من الاستمرار في البريمير ليج وهو الدوري الاقوى في العالم. وانا شايف ان ده كان قرار يعني صحيح من محمد صلاح انه يكمل مسيره نجاحاته مع ليفربول، وانه يكون عنده طموح اكبر انه يفوز بالكره الذهبيه. على الجانب الاخر رياض محرز نجم كبير واصبح معشوق الجماهير السعوديه، واكيد بتمنى له كل التوفيق. طازج يتمنى حظ موفق للمنتخب الوطني. تغطيه مباراه الجزائر مصر الوديه برعايه بلاط. هذا الفيديو برعاية بيت بايت. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.